تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقيم صباح اليوم حفل تخريج الدفعة 42 من الطلبة الضباط والدفعة 27 من الطلبة ضباط الاختصاص والدفعة 8 من طالبات الاختصاص بمعهد الشرطة النسائية، وذلك بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. ووصل موكب سموه رعاه الله إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، والوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية ومدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتكليف العميد ناصر بورسلي وكبار ضباط الداخلية. وشهد حفل التخرج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطوعة، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح، وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين. وبدأ الحفل بالسلام الوطني. قام أحد ضباط الوزارة بتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، بعدها ألقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب كلمة جاء فيها: إن أبناؤك يا صاحب السمو هم خير أمناء على حماية الوطن واستقراره مع كافة إخواننا في مختلف القطاعات، فهم القوة الضاربة بسيف الحق والقانون، وهم السند القوي في ساحة الوغى. أرواحنا فداء لله والوطن والأمير، راياتنا رمز عزتنا، نرفع لواء الطاعة لقائدنا المفدى، والفداء بعد الولاء للوطن الغالي ولسموكم حفظكم الله. ثم بدأت مراسم تسليم علم الأكاديمية من طلبة الدفعة 42 إلى الدفعة 43، وتلاها القرار الوزاري والنتائج النهائية للخريجين والخريجات بقوة الشرطة ألقاها مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتكليف. بعد ذلك قام قائد طابور العرض بالاستئذان من سموه حفظه الله ببدء مراسم العرض العام، كما تم تقديم عرض خاص لفنون الخيالة والجمالة وموسيقى الشرطة، أعقبه دخول الخريجين والخريجات إلى ساحة العرض لأداء القسم والذي ألقاه مدير كلية الشرطة العقيد علي جاسم الوهيب. ثم تفضل سموه حفظه الله ورعاه بتوزيع الجوائز والشهادات على المتفوقين من الخريجين والخريجات، كما تم إهداء سموه حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله درع الأكاديمية. وفي الختام تم عزف السلام الوطني إذانا بانتهاء الحفل، وقد غادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.